اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور اصلي الى الله من كل قلب انه هذه الحلقه تكون بركه لحياتك اول كلمه نطق الله فيها في سفر التكوين وقال الله ليكن نور فكان نور اول عمل الرب عمله فصل بين الظلمه والنور. وطبعا هذه الحلقه او هذا البرنامج هو بكل بساطه اعلان حق المسيح نور المسيح ليشرق ويضيء على القلوب المظلمه لكي تتحول رجوعا الى شخص المسيح الذي قال عن نفسه: انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمه. وفعلا أنا بصلي اليوم إنه نور المسيح نور الهداية والرعاية نور الرب يحل ويشرق في حياتك اليوم حتى تكون إنسان جديد، خليقة جديدة وحتى تتبارك من خلال هذه الحلقة. أنا بصلي إنه فعلا الرب يفتح كل ذهن كل عين وكل قلب ولا سيما رح نعالج حلقة في غاية الأهمية. حديثنا في هذه الحلقة موضوع كتير مهم الشفافية والتلون راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل عاوز أذكر المشاهدين هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة أرقام الهواتف موجودة أمامك بعد شوي راح نفتح الفرصة لأي شخص بيتصل حتى نتكلم مع بعض لكن في البداية بحب أشجع كل شخص أنه فعلا يصلي أنه الرب يكشف ويعلن الحق لإلك، لا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين مره اخرى برنامجنا ليكن نور رح نتكلم عن الشفافيه او شفافيه ام تلون يسرني ان استضيف الى برنامج ليكن نور الاخت رشا نور اهلا وسهلا فيك اخت رشا احنا بنشكر رب من اجلك من اجل ايمانك من اجل خدمتك ومن اجل وجودك معنا في هذه الحلقه. شكرا يا اخي جدا. حديثنا شفافية أم تلون ولما كنا نتكلم عن هذا الموضوع أنا وياك طبعا أنا بالنسبة إلي كمسيحي الموضوع واضح جدا الرب يسوع قال أنا هو نور العالم لا ظلمة البتة في في تعليم المسيح مش ممكن تخمنيها ممكن أو مش ممكن أو تحطي لها إبهارات إحنا مثل ما من في في لغتنا التعليم الوسيح واضح راسخ يعني في الصميم مش بحاجة لتأويل أو تحوير أو أي شيء مما شابه وأنا بتكلم أنا وياك ذكرت موضوع مشابه كأخت من خلفية يعني خلفيتك كنت مسلمة قبلا وحاليا أنت مؤمنة بالرب يسوع المسيح وذكرت عبارة وأنا عاوز أن هذه العبارة تتوضح في هذه الحلقه حتى نفهم يعني الفكر في الشرق الاوسط كيف الناس بتفكر ذكرت كلمه التقيه لما انا ذكرت موضوع الشفافيه والتلون ذكرت كلمه التقيه طيب خلينا يمكن كثير من المشاهدين يمكن مش فاهمين كلمه التقيه شو المعنى اللغوي لهذه الكلمه ومش بس كثير من المشاهدين مش فاهمين كلمه تقية لكن كمان من المسلمين بيسمعوا الكلمه ومش عارفين او ما معملوش بحث عن الموضوع ده فبالتالي الموضوع مش منور في ذهنهم مش مش مدركين بكامل انا جبت كلمه التقيه من المعجم الجامع بيقول التقيه هي خشيه وخوف مدارات المؤمن للكافر باللسان خلاف ما ينطوي عليه قلبه خوفا على نفسه <applause> يعني يعني انا أه بجاري الانسان كافر على واداري اللي في قلبي أه واظهر له ان هو ان انا المحبه وبخلاف ما ينطوي عليه قلبه ده خوفاً ده المعنى اللغوي لكلمه تقية في كمان اخفاء الحق ومصانعه الناس والتظاهر بغير ما يعتقد فيه خوفا من البطش والظلم يعني لو حصل ان في ظروف بتقول مثلا ان الناس ضد المسلمين او الناس ما بتحبش المسلمين او كده بيظهر المسلم ان هو بعيد تماما عن ربنا ممكن ان هو يظهر بخلاف ما يبطن يعني اللي جواه مختلف عن اللي بره دي كلمه التقيه يعني هي طبعا اذا هيك المعنى طبعا معناته الموضوع خطير جدا لانه في المسيحيه الكلام واضح جدا اعزلوا الخبيث يعني ما فيش مجال للشك وبعدين الرسول بولس قال ولا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوة عاوز اسالك طبعا كثير من الأعمال الإرهابية من حتى من وقت سبتمبر 11 اللي شفناه في أمريكا لما حدث في فرنسا أو بلجيكا أو مناطق أخرى اللي لما بيعملوا التحقيق كانوا بيقولوا مثلا فلان قبل بيوم كان بيشرب كان بيسكر كان البعض كان في مقهى للرقص يعني مكان خلاعي وتاني يوم عم يعني بيعمل شيء باسم الدين باسم الله هل هذه التقية أم هذا الشيء آخر؟ دي هي دي قمة التقية إن هو بيحاول التمويه إن هو يغير شكله علشان ما يظهرش للناس إن هو إرهابي وهيعمل عمل إرهابي فبالتالي بيغير شكله الخارجي فبيوهم فبي الناس اللي هم بيراقبوه إن هو مش مسلم ومش فارق معاه الدين واديني بشرب وقاعد في ملقص ومالها ليلي فبالتالي مش بيشكوا ان هو الانسان ده ممكن ان هو يروح مثلا يفجر نفسه او يفجر ناس او يعمل امور ارهابيه. Yeah. هو يعني انا دائما بحكي للناس يعني ابسط شغله يعني لكل واحد بيشاهد مسلم مسيحي اي انسان بكل بساطه ادرس صفات الله ادرس طبيعه الله لما بندرس طبيعه الله في الكتاب المقدس بنكتشف انه الله قدوس عيناه اطهر من ان تنظر الشر، فلما انا عم بخفي امر في حياتي طب انا بخدع الناس، طب الله اللي شايف بيعرف قلبي الكتاب بيقول من القلب تخرج الافكار الشريره ولا ده موضوع تاني دي رخصه بقى للمسلم ان هو يكون عنده آه آه نفاق في حياته أو يتمويه علشان يظهر للناس عكس اللي هو بيبطنه. يعني التقية هي رخصة ترخيص للكذب والنفاق وإن الإنسان يكون بوجهين. طيب طالما أنتِ ذكرت عن التقية احنا بنتكلم عن الشفافية أم تلون، يعني احنا تقريباً بنتكلم عن شيء مشابه لأنه أنا الفكرة يعني كلام الرب يسوع ضد الفرسيين المتدينين أو لهم مظاهر التدين كان عم بيتكلم ضد هؤلاء الجماعة اللي بيظهر بشكل معين أو بوصف معين لكن في حياته بيعكس شيء تاني فإذا الموضوع كيف الله بشوفنا أنا يعني احكي لنا اكثر شوي عن التقية، هل في ابعاد هل في شق هل في يعني بس حتى ندرك الفكره اكثر يعني عشان نعرف لما بنتكلم لوين نوصل. هي فكره التقية بكل بساطه نفس الفكره بتاعت الضرورات تبيح المحصورات. يعني التقيه هي ان انا بتعرض لاضطهاد من المجتمع الخارجي فانا بتغير وتلون لمجارات هذا المجتمع بعكس ما يبطنه قلبي يعني انا ممكن يبقى عندي فكر داخلي لا اريد ان اعلنه للمجتمع فبالتالي المجتمع لو انا اعلنته هيضطهدني فانا ببطنه واظهر عكس ذلك وهي رخصه كذب بكل المقاييس بالمقابل الرب يسوع قال من ينكرني امام الناس انكره امام ابي السماوي يعني ما فيش شيء داخلي قلبي وفي شيء من بره اخطر خطيه اللي هو الانسان بينكر الرب طبعا طيب الشقين بقى بتوع اللي هم الاقتقيه دي فيها شقين شق هي انكار الله ان الانسان ينكر الله وقلبه مطمئن وشق تاني ان هو يعني يظهر لغير المسلمين او غير اللي معاه في نفس المذهب لان هو ممكن يكون شيعي وسني يكون اثنا عشريه او حاجات زي كده ويبقوا برده ما بينهم تقيه فيظهر للاخر اللي هو مش من مذهبه ان هو بيحبه وهو في باطنه يكرهه أوكي. وعايز أقول حاجة إن, إن إحنا ما هندخل في موضوع التقية ده هو هتلاقي إن, إن ده ترخيص بإن الإنسان يكون لي وجهين يبقى عنده رياء أو عنده آه وجهين في التعامل مع الناس بيبطن غير ما يظهر يعني مم. إنسان غير موثوق فيه البتة أول شق من من في موضوع التقية هو شق إنكار إيماني بالله. كيف هل يعني؟ إزاي أنا أنكر إيماني بالله وقلبي مطمئن؟ يعني أنا لو أنا أنكرت الناس حيك أنكرت الله زي ما حضرتك قلت في الآية اللي ذكرتها من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي. نعم. تمام؟ المسيح قال كده فاحنا بالتالي ما نقدرش ننكر. يعني مثلا وحتى عندك حتى لو السكين على رقبتك يعني, يعني والدليل موجود احنا عندنا بتوع من بتوع ليبيا حتى احنا كنا زمان مثلا ما بنسمع سير القديسين والناس اللي هم عرفوا المسيح ومشوا ورا المسيح واتقتلوا وماتوا من اجل المسيح كنا في ناس كثيره كانوا يقولوا ده دي, دي مش مصدقين دي خزعبلات ده لا قصص لا يمكن الواحد يصدقها القصص بتتعاد دلوقتي يعني بكل بساطة أهي بتتعاد نفس التاريخ بيعيد نفسه ناس بتحب المسيح وبتمشي وراه وناس تانيين بيقتلوهم بسبب إيمانهم بتوع ليبيا في في العراق في سوريا ولسه قاتلين لسه لسه قاتلين 11 واحد مرسل برضو فلسه من الاسبوع اللي فات فبالتالي موضوع الذبح من اجل المسيح انا ما اقدرش انكر المسيح ولو على رقبتي السكينة يعني انا ما فيش اي امكانيه لانكار المسيح ممكن ان انا لا ما ولو انكرت ولو انكرت المسيح يعني الانسان راح على جهنم انا دي تعتبر الخطيه الخطيره في الكتاب المقدس انكاره بمعنى عدم التصديق فيه انا م. انا بنكره يعني مثلا هقول لك في ناس برضو بييجوا بيتكلموا على انكار بطرس للمسيح ومع ذلك المسيح قبله لكن هي هنا الحته بتاعت من ينكرني امام المسيح اتعامل اللي... معه ايوه المسيح اتعامل مع مشكله بطرس بالظبط يعني دي ما كانتش النهايه بالنسبه لبطرس لكن كانت النهايه بالنسبه ليهوذا. يعني لازم احنا نعرف ان انكارنا للمسيح اما بيطلع من القلب وانا بنكر و... و... وبتعامل مع الناس واقول لهم لا انا مش مش تابعه للمسيح علشان اهرب من سيف او من رصاص او من خروج خارج البيت أو حتى الاستهزاء أو... والسخريه وال يعني بالزبط. كتير ناس مسيحيين بيضطر انه ما يعلنوا ايمانهم او شهادتهم خوف يعني فيش سبب تاني الا الخوف مشان يبين يعني صورته امام المجتمع انه اه لا انا مش يعني شواز يعني مؤمن كانه صار شواز انا عايز للأسف. اقول عايز اقول لحضرتك على حاجه ان انا ساعه ما انا امنت بالمسيح في بعض الاشخاص قالوا لي خلي ايمانك لنفسك و... و... وتعاملي مع عيلتك وتعاملي مع اصدقائك وتعاملي مع جيرانك بمنتهى السلاسه وخلي الايمان ده في قلبك الايمان ما بينك وما بين ربنا لكن انا دلوقتي قاعده على ترابيزه هنا في برنامج وبتكلم لملايين من الناس لان انا لازم اشهد عن المسيح مم. ما ينفعش ان انا اكتم هذا الايمان والاعلان عن شخص المسيح في النقيض بقى بيتكلم مثلا في صورة زي سوره النحل بيقول ايه؟ من كفر بالله من بعد ايمانه اللي بيكفر بربنا بعد ما بيأمن به. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله يعني لو هو انا انا من جوايا الكره اللي بكره ربنا من جوه من جوه قلبي ده ربنا هي هيغضب عليا لكن لو انا باظهر ان ان الكفر بربنا وانا جوايا الايمان ده ربنا مش هيحاسبني عليه علشان كده الطبري قال الطبري قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره على الكفر فنطق بكلمه الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان موقن بحقيقه صحيح عليه عزمه فبالتالي انا اما بيتكلم الطبري بيقول يا جماعه اللي ينكر ربنا علشان الظروف المحيطه بتقول بتقول ان في ضغوط معينه انكر فيها انكر تنكر فيها ايمانك بالله دي ربنا مش هيحسبها لك ما دام انت الايمان في قلبك وقلبك مطمن بربنا مم. انت بتنكر باللسان بال... بال... بالكلام ده طبعا نقيده في الكتاب المقدس يعني انت قلت قلت من ينكرني قدام الناس انكره ايضا قدام ابي الذي في السماوات في ايه بتقول في روميا لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات خلصت فالاعتراف ده بيخليني الايمان القلبي والاعتراف الجهري بالزبط. العلني ده بيثبتني في الايمان مم. نعم. ما ينفعش ان انا ان انا اؤمن بقلبي وانكر بلساني انكار الله باللسان ده يخليني انا عندي وشين انا اذا كان الله مش قد يعني لا اثق ان هو يقدر ان هو ينجيني او ان هو يساعدني او ان هو يحامي عني يبقى انا يعني الايه بتاعه التقيه دي بتثبت ان الاله اللي انا بعبده ده غير قادر على حمايتي لا مش بس الكتاب بيتكلم من فضله القلب يتكلم اللسان والرب يسوع قال من ثمارهم تعرفونهم لانه مش ممكن شجرة ردية تصنع أثمار جيدة يعني حتى القلب لابد أنه يظهر بشاعة الإنسان فالشخص اللي بيكذب الشخص اللي بيخدع والشخص اللي بينكر هو انسان فعلا يعني هذا هو هيك طبيعته مش انه آه بس مجرد لسان الانسان اللي بينكر هو انسان بيجذب نعم وانا لو انا بجذب عليك علشان آه علشان اداري موضوع آه غير ما انا بجذب وعلى ربنا يعني بداري ربنا هل هذا الاله ضعيف على انه هو يقدم لي الحماية والمعونة في الوقت ما أصل ربنا بيقدم حاجتين يا إما بيقدم الحماية فمش بيقتلوني في وقت ما هم هيقتلوني يا إما بيقدم المعونة فبتلاقي الناس اللي بيتذبحوا بيتذبحوا وهم مبتسمين وفرحانين لأن هم عندهم ضمان خد بالك من حتة إن هو أنا ك... لو أنا بنتكلم على موضوع التقية دلوقتي الانسان اللي بينكر ربنا ده هو كمسلم بينكر الاله عنده مشكله ليه؟ لان هو ما عندوش ضمان انا ما عندي انا مش عارف انا يوم ما هتقتل هروح في انهي حته يعني هل انت عارف هتروح السماء الجنه ولا النار؟ الله اعلم الله اعلم من منكم الا واردها فبالتالي انا ما عنديش ضمان فانا مش يعني مش بستقبل الذبح كانه هو هيقربني من ربنا ده انا بستقبل الذبح وانا خايف ومرعوب لا احسن اروح في 60 داهيه بعد كده ويكون ميزان الحسنات بتاعي اقل من ميزان السيئات وتنتهي بيا الحياه بان انا بترمي في النار الابديه لا في رؤيه مكتوب يعني واضح لان خارجا الكلاب والصحره والزنا والقتله وعبدت الاوثان وكل من يحب ويصنع كذبا كل من يحب ويصنع كذبا يعني بيتكلم عن السماء ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا الا المكتوبين في سفر الحياه يعني واضح ان الكتاب بحسم الامر الكذب خطيه مميته عقابها جهنم النار ما في شيء انه كذبه بيضة سوداء كذبه انه ابرر نفسي امام الله القدوس الطاهر الكذبه تعتبر جريمه نكراء لانه الخطيه هي ضد اله غير محدود فهي المشكله ذكرت عن انكار يعني الايمان بالله لكن الشق الثاني ذكرت عن الاخفاء الكره للاخرين أنا قبل ما أنت لموضوع إخفاء الكره للآخرين عايز أقول المسيح هو الـ 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 موديل بالنسبة لي نعم يعني هو المثال المثال الأعلى كمال المثال بالظبط ومثال الكمال تمام فأنا أنا لازم أعمل زيه المسيح نفسه أما جه في يوحنا 20 عمل قال إيه قال لهم أنا كلمت العالم علانية انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم اتكلم بشيء يعني ما عملتش حاجه من تحت لتحت ما عملتش حاجه في الخفاء غير اللي انا بعمله من بره يعني انا كنت واضح تماما داخلي وخارجي الكلام اللي انا بقوله وانا قاعد ومحدش شايفني مع التلاميذ بتوعي هو نفس الكلام اللي انا بطلع بوعظ بيه على الموعظه على الجبل او على الجموع فبالتالي زي ما المسيح كان بيعمل انا كمان لازم ان انا اقتدي بيه واعمل زيه الشق الثاني بتاع لا بستكمل انه حتى لما ارسل رسل الكهنه حتى يلقوا القبض على يسوع رجعوا انه ما لم يتكلم انسان قط مثل هذا وفعلا لما كان جواب المسيح في المحاكمه اسالوهم يعني انا كل اللي بعلمه في الهيكل هو ال يعني ما فيش تغير يعني لم يتراجع لانه عم بيتحاكم امام ال الكهنة أو أمام الرومان كان كلامه واضح على فكرة هذا الشيء اللي جذبني أنا شخصياً لشخصية المسيح حاسم حازم ما بترددش ولا بغير فكره ولا بقول إن شاء الله ويريت وبحاول إن شاء الله لا لا يعني دائما كل كلمة واضحة وضوح الشمس في شخصية يسوع هذا اللي جذبني لإله ليه كل المجد أمين تفضلي آه الشق الثاني للتقية هو إخفاء كرهي للآخرين ودي ده موضوع يعني ليه تاثير سلبي جدا 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 على المجتمع اللي احنا بنعيش فيه ليه لان كتير بسمع من الناس بيقولوا احنا لينا اصحاب مسلمين واحنا بنحبهم وهم بيحبونا و وبنتزور و, و الى اخره لكن في نفس الوقت وجود ايه بتقول لا يتخذ المؤمنون المؤمنون الكافرون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات. ازاي الايه دي موجوده واثق واحد دي معناها الايه ايه؟ ما ينفعش اتخذ من غير المؤمنين اولياء ليا. لازم يكون الاولياء بتوعي مؤمنين طب لو هم انا عندي اولياء كافرين يبقى انا لازم امارس معهم التقية طبري بيقول نهى الله تبارك وتعالى عبادة المؤمنون ان يوالوا الكافرين يعني المؤمنين ما ينفعوش ان هم يوالوا الكافرين وان يتخذوهم اولياء يسيرون عليهم بالمودة من دون المؤمنين ثم توعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني خد بالك لو انت هتحب الناس دي فانت ليس من الله في شيء انت انسان خارج الرحمه الالهيه يعني انت يعني بتعمل خطيه كبيره جدا 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 وشر واثم عظيم انك انت بتحب الناس الكافرين اللي هم اولياء ليك انا دلوقتي بشتغل في مكان الوالي بتاعي انسان مش مسلم فانا المفروض ان انا اضحك واساعده واظهر له و... المحبه وكل الامور دهيت ده وابطن غير ذلك ولو انا حبيت الناس دي فعلا اللي هم الاولياء بتوعي ابقى ليس يعني ليس من الله في شيء ابقى م. انا ملياش علاقه بربنا ابقى م. انا ضد الله في هذا الامر م. الرسول يوحنا قال يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق والرب يسوع قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم بل راح إلى بعد أبعد لدرجة يعني أنا بستغرب حتى من الكلام اللي بسمعه الرب يسوع قال أحب أعداءكم يعني هنا بتشوف قمة التعليم قمة المسامحة قمة المحبة قمة يعني معجزة الأخلاق فعلا بشوفها في شخص المسيح لكن أحب وأكره وكذا وغير كل هذا تلون وكله مرأة والرب يسوع كان يهاجم هذا النوع من الناس اللي هي مرائين يعني عندهم التلون مثل الحرباية عارفة بغير الألوان بحسب الظرف وحسب المكان المسيح قال في متى 23 ويل لكم ايها الكتبه والفارسيين ثمان مرات. م. ليه؟ لان هم ليهم وجهين. نعم. لان هم ناس ما عندهمش صدق كامل في حياتهم. لان هم معاهم معاهم وعليهم عليهم. ممثل يعني مرائي, مرائي. اه مرائي يعني ليه شكل خارجي عايز يوريه للناس غير اللي هو بيبطنوا من الداخل علشان كده في التناقض وفي الضديه في التعليم ما بين تعليم المسيح وما بين اللي وجدته في القران انا عايز اقول الايه اللي حضرتك استخدمتها اللي هي احبوا اعداءكم باركوا لعينكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا الذين يسيئون اليكم يطردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات يعني أنا علشان أبقى حقيقية إنسانة بنت الله فعلاً أحب أعدائي وأبارك لعيني وبجد من قلب من ضمير نقي من قلب طاهر مش إن أنا أظهر عكس ما أبطن وخد بالك الآية دهيت اللي هو بيتكلم عنها واللي هي يعني أنا اتكلمت على آية في في سورة العمران في, سورة في آية في سورة النساء 144 وفي آية كمان في سورة المايدة وفي آيات كثيرة جدا بتتكلم على التقية يعني مش, مش دي آية الوحيدة بتتكلم على موالاة اللي هو الناس غير المؤمنين م. للمؤمنين المؤمنين لغير المؤمنين اللي انا اقبل ان يبقى عليا ولي غير مؤمن واتعامل معاه ازاي انا عايز اقول ان ده بي بيحط الناس دي في محك جامد جدا ان لازم قلبهم لو اتحرك وبقى قلبهم نظيف وحبوا الناس دي فعلا يبقى هم ضد الله انت متخيل يعني ربنا بيحكم على الناس دي ان هم يبقى عندهم نوع من الازدواجيه انا دلوقتي لو انا بحب ربنا يبقى انا يبقى عندي ازدواجيه لو انا ما بحبش ربنا يبقى انا هيبقى قلبي نقي وافكاري مستقيمه وهيبقى اتجاهي مظبوط وربنا هيباركني هي 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 وكل الامور دهيت اما انا يبقى عندي ازدواجيه في شخصيتي في اي <applause> هذا يعني تخيل عكس تعليم المسيح تماما احنا ما بنحط الاثنين قدام بعض بتلاقي النقدين بتلاقي فكر الله المعلن الحقيقي يعني انا انا بستغرب الناس اللي بيقول لك المسيحيين دول مش عارفه بيقعدوا ينتقدوا المسيحيه وكده شوف التعليم اللي في المسيحيه وشوف التعليم اللي موجود في الاسلام وانت تعرف ان ان المسيحيه دهيت مش مش بتقدم تعليم في ازدواجيه ولا في عدم ضمان ولا في عدم ثقه في الله وربنا مش بيشجع الكذب ومش بيشجع المرأة ومش بيشجع الامور ديت ولا هو اصلا في شر ف يعني الفرق عظيم وكبير جدا ما بين الفكرين الحقيقه. يعني راح بفكرة لما رحت زرت العراق وبالذات منطقة الموصل الناس اللي نزحت من الموصل الشيء المؤلم للمسيحيين كان بكل بساطة انه مش داعش داعش اوكي عارفين انه جماعة شياطين لا يؤمنون بالله ولا بامنوا في اي شيء خلص شياطين معروف لكن اللي, اللي حسوا بأذية الجيران اللي كانوا عايشين معهم كتبوا حرف النون على اساس انه يعني نصراني اللي بيسكن في هذا المكان طبعا مش الكل يعني ما بديش اعمم انه بس يعني بتشوف انه كانه بيقدم خدمه لالله لأ مع انه داعش احنا عارفين خدمه شياطين مش خدمه مش خدمه لله اخت رشا رح ناخذ فاصل قصير بعدين نرجع نكمل الحديث بنفس الوقت انا بحب اشجع كل مشاهد اذا الامر اثار اي تساؤل في داخلك ارقام الهواتف مفتوحه الان يمكنك ان تتواصل معنا ساعود بعد قليل من يبغض اخاه يبقى في الظلمه من لا يحب اخاه يبقى في الموت موت ظلمه يعني الكلام واضح بالنسبه لتعليم الكتاب المقدس ما فيش مجال للشك ولا التاويل ولا التحوير ولا التغيير يعني الكلام واضح جدا ما فيش حتى مجال تقول يمكن بيعني هيك او ما بيعني يعني الكلام واضح في الكتاب المقدس وعلى فكره الخطاء اللي كانوا يدنون من الرب يسوع كان بيتعامل معهم في حنية كان بيتعامل معهم معاملة خاصة حتى يجذبهم لمحبته ولخلاصه لكن الطبقة الثانية اللي كان يهاجمها الرب يسوع اللي هي جماعة من الفرسين اللي كانوا متدينين عندهم مظاهر التدين الرب يسوع قال عنهم اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا افعالهم يعني بد اعمالهم بدهم انه الناس تشوفها امام امام الناس مثل الصوم والصلاه وامور اخرى من الاعمال الحسنه بدل ما انه يكون تعمل بالخفاء والرب اللي شايف يعني شوف بالعكس التعليم انت بتحكي عن الخفاء اللي هو انا ممكن امارس الخطيه بالخفاء حتى اظهر بوجه اخر انا بكذب علشان اداري على ايماني آه في ايه آه هاخد بعض الايات كده اللي موجوده في القران م. لان ساعات في ناس مش بيصدقوا ان الكلام ده موجود في القران يعني يقول لك ايه لا انتوا بتزودوها لا انتوا فاهمين غلط لا انتوا مش عارفه ايه آه في ايه موجوده في سوره المائده 51 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي الظالمين في آية كمان بتقول آه آه في سورة الممتحنة واحد يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم المود بالمودة وبعدين يقول ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل <applause> يعني لو أنتوا عملتوا الناس بمودة ومحبة وهم انتوا عارفين ان هم دول مش متوافقين معاكم على نفس الايمان بتاعكم او هم اعداء ليا ما هو العدو يعني مختلف معايا بالنسبه للمسلم ممكن يبقى العدو بتاعه شيعي فبالتالي لو انت عملت كده هوت فقد ضليت السبيل انت ضليت السبيل في حديث لفت نظري وكان هذا الحديث حديثين الحقيقه والاثنين عن ابن عباس بيقول كده وقعدت انا استغربت وقعد يعني انا بحثت في هذا الحديث اكتر من مره وقعدت ادور على الحديثين دول كتير قوي علشان اعرف المعنى اللغوي ليهم ايه حديث بيقول والله ان لنبش في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم لنب لنبشوا يعني يعني بنبقى بشوشين يعني هيبقى وشنا بشوش في وجه اقوام وقلوبنا ايه بتلعنهم امم ده ال... ده التعليم. ده ماساه ده التعليم اللي المفروض ان الواحد يبقى مم. عليه علشان ربنا يرضى عنه ليه لان انا لو انا وجهي بشوش من ناحيتك وانا في محبه ناحيتك وانت نصراني وانا مسلمه دي مشكله كبيره جدا لان ده ضد الايمان الاسلامي م. في ايه في برضو حديث تاني و, و... اتكلم عنه البخاري ده ذكر في في البخاري ومسلم بيقول ايه ان نكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا تلعنهم <applause> نكشر بقى دي أنا رحت دورت عليهم في المعجم وسيط لقيتها كشرة عن أسنانه كشرة كشف عنها وأبداها عن عند الضحك يعني واحد بيضحك ضحكة جامدة يعني متخيل أنت متخيل الصورة <applause> أن واحد بيضحك ضحكة لدرجة أن أسنانه بانت في الضحكة وهو جوه في قلبه عم بيلعن بيلعنهم yeah. طبعا الرب يسوع اتكلم او الكتاب يتكلم عن ينبوع مش ممكن يطلع مي حلوه ومي مالحه فاذا من فضله القلب يتكلم اللسان ما فيش شيء اسمه واحد قلبه ابيض بس يا انه اسود يا ابيض واللي بيكون في جوه بيطلع لبرا هذا هو تعليم الكتاب. خليني اخذ مكالمة او اثنين، بدي اخذ فريال من انجلترا. اهلا وسهلا اخت فريال انت معنا على الهواء. الو اخي نزار، سلام نعمة المسيح معاكم مع الاخت رشا. اهلا وسهلا، أهل وسهل. تفضلي اخت فريال. أه 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 اخي نزار، التقية هي هي ليس من الله القدوس الطاهر البار. الو؟ اه انت معنا على الهواء، تفضلي. ايوه. التقية هي مو من, من ليس من الله القدوس الطاهر البار، لكن هي من الشيطان، الشيطان اللي هو في الكتاب المقدس كذاب وابو الكذاب. والانسان اللي يستخدم التقية هو بالحقيقة اعتقد انه انسان غبي، لأنه لو كذب أو خدع الإنسان فهل يستطيع أن يخدع الله؟ الله صاحب القلوب والكلى. لكن الاسلام اللي يسمح بالتقيه انا لا استغرب من ذلك لانه هو اله ماكر ومكر الله وكان خير الماكرين وايضا هو اللي في القران يوجد الناسخ والمنسوخ لكن الرب يسوع المسيح له كل المسخ قال لي كلامكم كلامكم لا نعم نعم, نعم نعم ولا نعم. لا علمنا الصدق وهو نور واللي يمشي في الظلمه ويبجد هو مع الشيطان الهنا نور شكرا جزيلا كان هذا تعليقي والرب يباركك الرب يباركك يا اخت فريال شكرا جزيلا معنا ابو مهند ابو مهند اهلا وسهلا فيك تفضل انت معنا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات اهلا ابو مهند تفضل تحيه محبه للاخ نزار شاهين اخي العزيز والاخت رشا نور اهلا بك شكرا اهلا ابو مهند. تفضل اولا اريد ان تصلي الى ابنتي مريم انت تعرفها مريم م. هي حامل ب الو الو آه انت معنا تفضل معنا تفضل اريد منك صلاه ان تصلي لابنتي مريم هي حامل بتوم اولاد وان حملها أه صعب يعني وأرجو من الله العلي القدير أن يحفظها ويحفظها هذا أيوة أمين 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 أبو مهند أمين أمين شكرا كثير كلمتي تقول كلمتي تقول فضل. إنني أقول لكل من هو بينكم أن لا يرتأي فوق ما ينبغي أن يرتئي روميا 13 3 يقول لك لا شيء ينقص العيش ويبطل لا شيء ينغص العيش ويبطل نمو المؤمن أكثر من وضع النفس في غير مكانه الصحيح والآن قد تظهر في طرق وأوضاع عديدة كالانتماء العرقي أو المركز الاجتماعي والمستوى الثقافي أو المادي إن ادعاء التواضع هو أيضا نوع من التشامخ ووضع النفس في غير موضعها الصحيح أيوة إذ إن البعض يتظاهر بالتواضع ولكن عند المحك نكتشفهم في حقيقتهم وخصوصا عندما لا نبجل بهم كلنا محتاجون إلى نصيحة بولس كي لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي وعلينا أن نقديس بدقة قدراتنا وقوتنا التي أنعم بها الله علينا عالمين أن الله وهبها لنا لكي نستعملها ونستخدمها لمجده وعلينا ان نشكره عليها اذا اردت ان يرفع الله من شانك عش لمجد اسمه لا لنفسك ومجدك انت آمين. لان الله يقاوم المستكبرين واما المتواضعين فيعطيهم نعمه شكرا ابو مهند شكراً. شكرا ربنا يباركك يا ابو مهند انا بشكرك من كل قلبي على هذه المداخلة وفعلا الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة يعطيهم نعمة خليني أخذ مكالمة أخرى من وريث على السكايب تفضل أخ وريث أنت معنا على الهواء مرحبا مسأل أهلا خير. وسهلا مساء الخيرات اهلا وسهلا فيك اخ نزار وفي الاخت رشا اهلا بك تفضل حبيبي أه بقول للاخت رشا تصديقا على الايات اللي ذكرتها أه الاسلام يعني يجب على المسلم انه يتابع او او يتبع يعني يتبع الهه بكل صفاته بكل اعماله لانه اله الاسلام هو هو الله خير الماكرين، المكر اساسه ايش؟ اللي هو الخداع والغش. <applause> ف... فلزوما على المسلم ان يتبع سلوك الهه. الشيء الثاني لازم ان تكون مكار، ولازم ان تكون ذو وجهين. يعني يكون لك وجه سيء ووجه طيب. تخفي السيء وتظهر الوجه الطيب. ولازم ان تكون متملق. اية التقية. الآية التقية هي تعني التملق ويجب عليك أن تدافع عن إلهك لأنه ظاهر إله هو ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعندما تأتي إلى المحبة والهادي لأنه إن الله لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين لا يحب الفاسقين لا يحب كل مختال فخور لا يحب الفرحين يعني الإله هذا أنا مش عارف عاد بيحب من ما بس بيحب اللي زيه اه بيحب اللي, اللي مؤمن به فقط وانت يا المسلم لازم انك تمشي مع من، مع اتباعك مع اللي... الناس اللي زيك اجل انت كاله انت جيت ل... 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 للناس الخطا او اجيت للناس اللي قدهم خلاص يعني صالحين او ماشيين معك على نص الخط فانا انا انا اعجب انا اعجب باي طريقه يستدعي الناس الى الدين هذا كيف كيف تستدعي الناس وانت ما تحبهم اساسا فكيف كيف تستدعيهم بعكس السيد المسيح هو قال انا جيت للخط <مم> يعني انه يعني قال انا جئت للطبيب يعالج المرضى لا يعالج نعم. الاصحاء نعم آه. جئت لا لادعو ابرارا للتوبه بل خطاطا نعم. لا يحتاج المرضى نعم. الى طبيب بل لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى بالضبط وكلامه هو يريح القلب نعم بتحس انه اله فعلا لانه يقول لك حب عدوك نعم سامح مبغضك سامح من اساء اليك يعني انسان يخلي يعني واحد عدوك يقول لك لا حبه بعكس الاسلام بعكس الاسلام بعيد مم. بعيد جدا هذا ليس اله ليس اله مم. ليس اله البتة طيب أخ وريث وصلت الرسالة أنا بشكرك الأخ وريث على فكرة من الشرق الأوسط كمان الأخ وريث هو من خلفية إسلامية بيتكلم طبعا عن مقارنة بين إيمانه سابقا وإيمانه بالمسيح حاليا خليني أخذ مكالمة من بيتر من من مصر أهلا وسهلا بيتر أنت معنا على الهواء هو مساء الخير مساء الخيرات تفضل أخ بيتر. أخ بيتر إنت معانا على الهوا. عابر من القاهرة. تفضل أخ بيتر. عابر من القاهرة. أنا كنت كنت عايز. تفضل. طلب فضل لكل العابرين اللي في في الشرق الأوسط وفي الدول العربية اللي بيتعرضوا لمضايقات أمنية. وكنت عايز اقول لكل العابرين صلوا من اجل اللي بيضطهدوك. امم. اخ بيتر انت عابر, عابر يعني خليني اسالك انت انسان عابر؟ أنا, انا لا. لكن بتصلي من اجل العابرين. لا هو عابر. هو عابر. مم. انا عابر وعايز صلاه من اجل العابرين، صلاه حمايه. امين. أه وعايز اقول اقول لهم يصلوا من اجل اللي, بي... اللي بيأذوهم. <applause> لاني انا لما بصلي لنفسي ربنا, ربنا بيفرح ولما بصلي للزميل لي او للصديق او لأخر ربنا بيفرح اكتر انما لما بصلي للي بيطهرني او للي بيعذبني ربنا بيشاور عليا ويقول هو ده ابني اللي <applause> ربنا يحميك بيتر وربنا يباركك ويشددك في الايمان وتكون قدوه وشهاده للاخرين وفعلا انت يعني في كلمه آه لمستني فيها انه لما بتصلي للناس اللي بتضطهدك عم بتحس بفرح وبقوه اكثر الرب يحميك يا اخ بيتر نشكر الرب من اجلك نشكر الرب من اجلك آه خليني اخذ مكالمه من آه ايمن من فرنسا اهلا وسهلا ايمن تفضل انت معنا على الهواء اهلا وسهلا ونعم لكم جميعا اهلا وسهلا تفضل احييك اخي نزار تحي لك ولضيفتك اهلا وسهلا تفضل الاخت لما تتكلم في الاسلام بتعمم يعني وكانه المسلمين كلهم كذابين وكل المسلمين يستخدمون التقيه وهذا غير صحيح لا لا نقصد أنا فل... هذا طبعا فلان. انت عارف ايمن لا نقصد هذا فلان. لا طبعا يا اخي, أيمن. لا طبعاً, يا أخي ايمن لا طبعا انا مش بؤمن بو... مش اكمل مداخلتك آه. عشان الوقت اتفضل حبيبي اول انا مش بحب الكذب ولا بشجع عليه لكن العادة أقوله أن الذي يكذب ويستخدم التقية خصوصا العقلاء لا يكذبون إلا لجلب نفع أو لدافع ضرر هذا علميا بسموه الاحتيال يعني الذي يكذب ويفعل ذلك مثلا لا لغاية أو لهدف بسموه جهل الحقائق يا أستاذ نظار هي عندي البداية التي يتفق عليها البشر جميعا يعني مثلا القبيح بالنسبة لي هو ما يتفق العقلاء على قبحه يعني كل إح... كل إنسان يستحسن العدل ويستقبح الظلم ويستقبح القبح فكل إنسان يست... يستحسن الصدق ويستقبح الكذب حتى الملحد والظالم لا يحب أن يظلم أو يقدر عليه <applause> يعني هذا شيء فطري وطبيعي لكن أنا عايز أسألك سؤال أنا كفلسطيني من أطفال الحجارة انا مره مسكوني الصهاينه واتهموني ان انا برجم عليهم حجاره امام المحكمه كان في في زمان،, زمان في زمان الانتفاضه الاولى كان في قانون اللي بيمسكوه بيرجم حجار من الاطفال بيحكم ستة اشهر لما سالني القاضي انت رجمت حجارة على اليهود الصهاينه انا قلت له لا لو قلت له اه كان حكموني ستة اشهر طب أيهما احسن ان اقول له اه ولا اقول له لا واطلع انا اقول له لا طبعا فهذا اللي عايز اقوله ان الانسان لا يجذب الا لجانب نفع او لدفع ضرر هذا هو في الاسلام مفيش مسلم بيجذب عبثا او بيستخدم التقيه وكل الانبياء لو انت بحثت في سيرتهم جيدا ستجد انهم حتى يسوع كذبوا وعملوا السبعة وزمتها وما فيش مسيحي يعني ايمن آه 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 انا لا. بوافق معك كل الناس وكل هاي بس ما عدا يسوع وهذا متفق عليه ايمن آه 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 مش يعني كلامي او كلامك هذا متفق عليه من كل نواحي دينيا اخلاقيا ادبيا ما يعني ما اي شخص الكتاب المقدس مفتوح ايمن آه 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 يعني فيك انت تشوف آه هل فعلا آه المسيح فعل شيء قبيح؟ الو أنا معك أيمن الوقت اللي جنبك كان علي أن تسأل نفسها لما مصر قامت بالحرب وتساءلت إسرائيل عن سبب تحركات الجيش المصري، هل كان من المفروض على السادات يقول لهم إنه إحنا والله بكره نازلين عليكم حرب؟ لا طبعاً عايز أقوله في فرق ما بين اسرار الدولة الكذب الكذب الذي يجلب نفع ليس فيه اي شيء يا اخت رشا طيب. شكرا لكم جميعا طيب طيب شكرا لك يا ايمن وانا بشكرك ايمن حبيبي شكرا كثير كثير على المداخله طبعا الحرب لها قوانين فيها تكتيكات آه عسكريه مش من المداهمه مش, مش, مش هالموضوع مش موضوع حرب الموضوع موضوع انا موضوع الفكره بس يعني بالنسبه لايمن المقياس، انا لما بدي اطلع على مقياس على مين أطلع على المسيح ام اخرين؟ يعني احنا طبعا البشر بتكذب وبتخدع وبتقول أنا ما عملتش وانا عملت وكله، احنا كلنا بشر وكلنا بنخطي، ومش بس بنخطي نعمل السبعه وذمتها كل البشر، لكن احنا بنحاول نتشبه للقائد والكتاب ايضا. القائد يسوع المسيح بالنسبه لي هو شخص كامل كامل ما مره انه اضطر يعني يقول كذبه عشان ينقذ نفسه طب يوحنا المعمدان عندنا بفلسطين قال لهيرودس قال له لا يحق لك ان تاخذ زوجة اخيك طب هو كان ممكن يخفف الكلام و... واجل مثل بقول انا بتكلم حتى ولو على قطع قطع راسه لا يوحنا المعمدان طب ما هو لو كذب يمكن أنقذ نفسه لكن اضطر بكلامه الحقيقي والواضح أنه حتى لو اتسجن حتى لو اتقطع راسه أنه أنا عاوز أتكلم الحق وهذا هو الحق أنت بحق الكاش لهيرودس أنك تأخذ زوجه اخي تفضل يا رشا آه في نقطه هو اول حاجه قال ان انا بعمم على كل المسلمين انا مش بعمم على كل المسلمين انا بدي الايمان اللي موجود في القران بقدم موضوع موجود في القران فلو هو مش عاجبه الموضوع اللي في القران ده يبقى هو لازم يروح يحاجج ال ال الائمه علشان يشيلوا الايات دي من القران اصلا ولا يؤمنوا بيها الموضوع ده انا مش جايباه من عندي تاني نقطه آه انا اهلي مسلمين واهلي مش بيعملوا تقيه هل كل المسلمين بيعملوا تقيه لا مش كل المسلمين طب ليه ما بيعملوش المسلمين التقيه لان هم في ناس عندهم برينسيبلز عندهم مبادئ. مبادئ اقوى من ان هم يتبعوا هذا النوع من التعليم اللي, اللي بينزل بي بي تربيه الانسان وشخصيته الى ان هي يبقى غير موثوق فيه البته. اتكلم على السادات واتكلم على الافكار الدوله، الدوله من حقها ان هي تكذب زي ما هم عايزين دي مش مشكلتنا، انا بتكلم على فكر الهي، انا بتكلم على دين، انا بتكلم على المفروض ان هو كلام ربنا بالنسبه له، كلام ربنا المفروض ان هو يقوم الكذب فيا مش يعمل لي رخصة للكذب يعني ما ينفعش أن أنا أتبع إليه بيرخص لي الكذب طب أنا أنا ما بتحط في موقف كإنسان كإنسان طبيعي زي ما هو قال لك أنا لما رحت المحكمة وحكموا علي كان ممكن يحكموا علي بستة شهور لما كنتش أنكرت طيب كلامك مظبوط مية في المية آه، أنت كذبت فطلعت براءة لكن غيرك ما قدرش أن هو يكذب لكن ربنا كان قادر أن هو ينقذه هو ما استناش إيد الرب أن هي تنقذه لكن هو أنقذ نفسه بنفسه اللي بيؤمن اللي بهذا الإله الحقيقي اللي بيؤمن بهذا الإله الحقيقي ب... مش بيستنى ان هو ينقذ نفسه انا ما بنقذش نفسي لكن بستنى ان الله هو اللي ينقذني علشان ما افتحش على نفسي خرم يطلع من حياتي البركه واقول ربنا ما بيباركنيش ليه اقرا ايه واتركك تعلق على الايه يعني رسول بولس لما بيكتب برسالته لكنيسه كورنثوس كورنثوس الثاني اصحاح 11 بيتكلم طبعا بحارب البدع والتعليم الكذبه والرسل الكذبه اللي أي. كانت تحارب بولس الرسول. بعدين شو بي يعني بيتكلم عنهم بقول لان مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون، يعني عم بيستخدموا المكر من خلال خدمه، هذول عم بيخدموا بيخدموا الانجيل يعني عم بيبشروا عم بيحكوا عن الانجيل، بس بيتكلم عن القلب بتاعهم، فعل ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح، الرسول بولس عم بدافع عن رسوليته انه فعلا انه هو رسول، فبيتكلم عن هذه الجماعة يغيرون او مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح، ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور، فليس عظيما ان كان خدامه ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب اعمالهم الكلام واضح يعني الجماعه اللي بتمكر واللي بتضل واللي بتستخدم الرياء والطمع في الدين لانه الدين كمان فيه طمع وفيه تجاره وفيه مربح وفيه نساء وفيه اموال وفيه يعني كل المشتهيات بالذات للرجل على فكره مش للمراه الانسان بيتغير وبيتلون بحسب اللون اللي عاوزه هذا هو عمل الشيطان مثل ما قرانا من رسول بولس كلا اذا كانوا هم كلا. اذا كان هم عندهم رخصه ان هي يمكروا فالرخصه ده هي مش جايه من فراغ فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذا كان الله نفسه بس هون بيتكلم عن رسل الشيطان يعني الشيطان الماكر طب ما هو اما يبقى ربنا ماكر يبقى ايه الفرق ما بينه وما بين اللي انت بتتكلم عليه يعني احنا بنقول الله قدوس طاهر الله. يعني ما نقدرش ننسب له حتى هالكلمه هاي طيب دي ايه في القران انا مش جايباها من عندي طيب الشفافية شفافيه ام تلون شو الكلمه الاخيره اللي عاوز تحكيها انا وقت... عايز اقول ان لا يمكن الله يهدينا الى طريق مقفول كله كله شر وكله كذب وكله رياء ويديني رخصه ان انا يبقى عندي وشين الله قدوس لا ظلم فيه البتة الله يريد أن حياتك أنت تتغير الله يريد إن, ان افكارك افكار قلبك تتغير وانا بدعوكي النهارده ان لو انت قاعد وبتقول هو فين ربنا انك انت تروح للرب وتقول له انت يا الله يا اللي خلقتني انا اثق انك انت تلمس قلبي وتغيرني وتغير قلبي وتظهر لي ذاتك تعرفني انت مين وانا واثقه ان ربنا هيرد عليكم وهيلمسكم وهينير ذهنكم باسم الرب يسوع المسيح. أخت رشا ربنا يباركك ويستخدمك ونشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك أيضا ربنا يكون معك ويحميك كمان شكرا كثير لك إخوتي وأخواتي في الختام اللي عاوز أقوله الكلام واضح جدا في الإنجيل شخصية المسيح شفافة لم يتكلم أقوال لم يفعلها قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي قال أنا هو القيامة والحياة أقام الموت بل هو قام من الموت علم عن الغفران علم عن المسامحة على الصليب غفر وطلب من الآب يا أبتاه اغفر لهم فهذا هو شخصية المسيح حازم حاسم لم يتردد مرة ولا مرة غير فكره ولا مرة حتسأل السؤال خلي ارجع لي بكرة أنا بجاوبك على السؤال دائما واضح حاضر حياته شفافة واضحة نور لا ظلم فيه البتة وعندما تقترب من نور المسيح هذا النور ينعكس على حياتك بتكون شفاف عندك استقامة مصداقية ومحاسبة أيضا الرب يباركك